السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حنقول أول شيء إن الشباب السعودي عند الكثير من الأفكار والمواهب اللي إلى الآن ما حد اكتشفها. وصراحة أنا كنت واحد من هذول الشباب. إلى في يوم من الأيام قمت وفتحت يوتيوب ولقيت إن في كثير من الشباب السعودي بدأ يظهر على شاشة يوتيوب بدأ يثبت نفسه في الساحة. فقررت إني أنا أكون واحد منهم. وطبعا زي ما يقول غاندي: Be the change you want to see in the world. And my greatest wish in this world is to put my print before my departure. And what other better way for that to be, either by YouTubing. فهنا أنا أبغى أعرف عن نفسي. أنا اسمي يزيد السمحان، عمري 22 سنة وأنا طالب صيدلة في جامعة الملك سعود. وجاي أتكلم معاكم عن my YouTube experience. طبعا قبل ما نبدأ، طبعا في كثير منكم يعرفون يوتيوب كتصفح فقط، ولكن الناس اللي هم قاعدين يرفعون الفيديوز هذولي على يوتيوب، هذولي لهم اسم انتشر في المجتمع كثير اللي هو اليوتيوبر. طب ايش رايكم نعرف مين هو اليوتيوبر؟ طبعا اليوتيوبر له تعريف عديده، ولكن كل واحد يشوف له تعبير معين. انا التعبير اللي انا شفته المناسب لليوتيوبر هو شخص له روتين معين برفع عدد من الفيديوهات، سواء كانت هذه الفيديوهات توثيق لحياته اليومية أو كانت برنامج معين يقوم بتغطيته، ويرفع هذه الفيديوهات بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو بشكل شهري أو أي other pattern he sees suitable. طيب هذول اليوتيوبرز، do you think they see YouTube as a hobby or do they actually make real money out of it? طبعا I see most of the people here don't actually know about this, but yes, there is في ربح مادي من يوتيوب. أرباح اليوتيوبر المادية زي ما أنتم شايفين تعتمد على الإعلانات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. الإعلانات المباشرة زي مثلا عندكم برنامج إيش اللي معروف مرة هذا البرنامج، كثير منكم يشوفوا حاطين فيه إعلانات موبايلي بين فترة والثانية أثناء البرنامج. هذا الإعلان يعتبر إعلان مباشر لأنه هو سبونسر حقهم. بينما في عندك برنامج ثاني زي برنامج إيش اللي حاطين لك على طاولة كاسة نسكافيه، هذا الإعلان هذا يعتبر إعلان غير مباشر. طبعا ثاني شيء عندك اللي هو برنامج الشركاء اليوتيوب بارتنرشيب، وثالث شيء عندك الشهرة الشخصية. في بعض اليوتيوبرز معروفين وورلد وايد فيستفيدوا من شهرتهم الشخصية بأنهم يسووا إعلانات. طيب أنا برضو أشوف أنه في كثير منكم لسه مو مقتنعين بالكلام اللي قاعد أقوله. خليني أعطيكم أمثلة على بعض اليوتيوبرز والنجاح اللي كونوه على مر السنين. أول مثال عندكم هنا اللي هو شين دوسن. شين دوسن هو يوتيوبر عمره 23 سنة من كاليفورنيا. He's an actor, a comedian, and he's a filmmaker. He's associated with a lot of actors and singers like Drake Bell and Rebecca Black. He has been nominated two times for Teen Choice Awards Best Web Star for 2012 and 2011. He has won that award at 2011. Also, he has been nominated for the Streamy Choice Awards for Best Vlogger, and he also won that award. This guy makes $315,000 in a year. My second example is the annoying orange. The annoying orange, the name says it all. It talks about an orange that's very annoying. It has a lot of its adventures that takes place inside the kitchen with its friends, which are also fruits. This animation has been created by Dane Bo. He's a filmmaker, he's an animator, and also a YouTuber. He makes $288,000 in a year. And my final example here, my final example is Ray William Johnson. He has far than to be presented. He is very known worldwide for his web show Equals 3. Ray William Johnson is 32 years old. He's a YouTuber. He's a viral video reviewer. He's a filmmaker. He's a producer, and he makes music videos. He is well known for his YouTube hit Equals 3, where he just simply takes three videos that are viral from the last week. And he just presents them in a very funny way. He's also known for his music video chains, which is called Your Favorite Martian. As simple this guy looks, but he is the first YouTuber millionaire, people. The first YouTuber millionaire. I see most of you are excited right now. طب ايش رايكم نبدا نشوف كيف الواحد يقدر يصير يوتيوبر؟ طبعا الواحد عشان يصير يوتيوبر مره صعب، يعني ما في شيء بسيط فيها. كيف نبدا؟ طبعا حتحتاج معدات كثيره، لان زي ما قلت لكم اتس نوت ان ايزي ثينج. حتحتاج تقريبا مبلغ 250,000 ريال، مبلغ بسيط وفي متناول الجميع. حيشمل التالي حيشمل التالي: كاميرا واضاءه هذه 90,000، تجهيز استوديو عزل صوت هذه 20,000،
أجار مكان دائم 25,000، مايك سلكي ولا سلكي 15,000، ملابس وأزياء 10,000، وآخر شيء صفر وجه حلاقة 1,000 ريال. طبعا هذه for you girls, I don't think you would be needing this. It's simple. فللبنات حتصير 249,000. Good for you. طيب أوكي. أنا شايف إنه وجه كثير منكم تغيرت وبطلوا ما يبغى يصير يوتيوبرز. أنا أقول لكم طبعاً ما حتحتاج أي من هذه الشغلات. بكل بساطة طلع جوالك وصور. أنا كانت كذا بدايتي بسيطة مرة، فتحت الجوال حقي سامسونج جالكسي اس، بديت أصور نفسي وأوثق حياتي اليومية كديلي فلوجر، وكانت هذه بدايتي يعني. طب الحين بدينا، إيش لازم تسوي عشان تستمر؟ أول شيء لا توقف. الناس حتبدا تضحك عليك قبل لا تحبك. انا اول ما بديت ارفع فيديوهاتي على يوتيوب طبعا ما كنت قايل لاحد، اني صراحه كنت خايف. اول ما اكتشفوا البلوه اللي كنت مسويها في النت هذه كانوا اهلي، امي وابوي واخواني وعيال عمي وكذا. طبعا اول ما اكتشفوا كانوا كلهم يضحكوا علي، يعني مو مصدقين كيف انت تقدر تسوي شيء زي كذا، يعني ما ينفع تطلع عن المألوف اللي موجود في العيله. وكانوا تقريبا كل ليله اهلي يقعدوا each evening يفتحوا الفيديوهات ويضحكوا عليها. طبعا كثير منكم لو يصير لهم هذا الموقف حيوقف، ما يبغى يصير يوتيوبر. ولكن انا شفته بالعكس motivation for me to move on forward. والحين اهلي وقرايبي بشكل عام هم اول ناس يسالوني متى حنزل فيديو جديد. ثاني نصيحه، خير الكلام ما قل ودل. لا تخلي الفيديو طويل لان ما حد بيشوفه كله. انا اول ما بديت انزل فيديوهات على يوتيوب كانت raw footage مع عليها اي editing، وكانت مره امبروفيشنال يعني. وطبعا كانت الفيديوهات عليها قليل لانها كانت مره طويله. خلونا ناخذ مثال. لو قلنا مثلا عندكم على قناه حركات في يوتيوب نزلوا مقابله مع مالك نجر اللي هو الكرييتر حق مسلسل مسامير، طبعا في كثير منكم ممكن يعرفونه. هذه المقابله استمرت 15 دقيقه، طبعا الفيديو مره طويل ما اتوقع ان احد ممكن يبغى يشوفه كله. فكانت الفيوز اللي عليه مره قليله. فالابلودر ايش سوى؟ بكل بساطه قص الفيديو واخذ منه ثلاث دقائق. الجزء اللي يقلد فيه مالك نجر اصوات الشخصيات حقت المسلسل. الفيديو هذا لحاله اللي هو ثلاث دقائق فقط جاب تقريبا 3 أو 4 مرات عدد الفيوز حقت الفيديو الاصلي اللي هو 15 دقيقه، وكله لانه الفيديو قصير. ثالث شيء، ابدع وابتكر. الناس ما عندها استعداد تسمع شيء تقليدي. طب خلينا ناخذ مثال على فيديو فيه فكره تعبيريه وحلوه مره وفيها ابداع في المضمون والانتاج، اللي هو الفيديو حق عبد الله اليوسف عفوته واستمتع. السلام عليكم. اليوم حاب اوريكم كيف ممكن تركز على اهدافك ومهامك وتستقعد لها صح طبعا وتنجزها. في حياتنا كثير من المهام والمسؤوليات والاعمال والواجبات، لكن اذا ما كانت مكتوبه وخاصه المهم منها فمن النادر تحقيقها. لذلك ابدا بالملصقات الصغيره وممكن تكون ملونه، وابدا اكتب المهام اللي تحتاج لشراء مثلا، او رحله سفر، او اجتماع مع شخص ما، أو المهام داخل أو خارج البيت، أو مهام العمل. المهم سجل كل المهام حتى المذاكرة أو قراءة كتاب. ابدأ بترقيم كل مهمة وصنفها، والمهم عطها لون مميز كالأحمر للأشياء المهمة والأزرق للموسع صدرك عليها. بعد كذا لازم يكون عندك سبورة وتكون أمامك وقريبة بمكتب ببيت أو بالعمل. المهم على الأقل تشوفها كل يوم أو يومين حسب أهمية المهام والخطط المستقبلية اللي راح ترسمها. قسم الصبورة لقسمين أو أكثر حسب رغبتك وحسب التصنيفات، لكن الأهم يكون في مربع واضح لإنجازات أو ما سيتم إنجازه حاليا. ابدأ بوضع ملصقاتك بصورة عشوائية في مكان واحد، وممكن ترتيبها حسب الأهمية، وبعدها اسحب المهام المهمة واللي تبي تنفذها وتركز عليها، ولا تحط أكثر من حاجتك وقدرتك، يعني مهمة أو مهمتين وكل شخص أدرى بنفسه. ويجب أن تراعي مسألة الوقت أو تكتب وقت تنفيذها بالسبورة أو على الملصق، وبعدها لازم يكون عندك سلة المنجزات. ما عليك الحين إلا أنك تعفط المهمة المنجزة وتحطها بسلة المنجزات، وبكذا كل ما تنتهي مهمة عفطها بكل بساطة وابتسامة وتعبي سلة المنجزات. وما يمنع إذا امتلأت سلة المنجزات أنك تكافئ نفسك، فأنت تستحق ذلك وأكثر. عفطها واستمتع. زي ما انتم شايفين الفيديو كان مره بسيط، كان يقدم فيه فكره ابداعيه كيف تقدر تنظم فيها حياتك ويو كان ريتش فيها يور لايف جولز. وبرضه يعني غير انه المضمون حق الفيديو اللي كان فيه ابداع، برضه عندكم الطريقه اللي قدم فيها الفيديو اللي هي عن طريق ستوب موشن. هذه طريقه مره صعبه، وصراحه اليوتيوبر هذا اخذ وقت كثير لين يضبط هذا الفيديو. وصراحه يعني زي ما انتم شايفين الفيوز اللي عليه مره عاليه، فهذا يدل على القيمه الابداعيه اللي موجوده في الفيديو. موفينج اون، احترف.
تحسن تدريجيا سواء بالإنتاج أو المضمون. بالنسبة للمضمون أنا زي ما قلت لكم كنت أرفع رفوتج وكم مرة بالسواليف يعني it wasn't that much of a deal. ولكن مع مرور الوقت بدأت أحسن من المضمون اللي في البرنامج، كونت لنفسي كاتش فريز صاروا الناس يعرفونها فيني، وبرضه شريت كاميرا احترافية مع مرور الوقت وصرت أصور فيها فيديوهاتي، بالإضافة أني صرت أستعمل مايك خارجي for better sound control. بالنسبة للإنتاج أنا قلت لكم كنت أرفع raw footage و unedited، فمع مرور الوقت صرت أستعمل برنامج اللي هو موجود في كل الكمبيوترات اللي هو ويندوز موفي ميكر، برنامج بسيط وتقريبا كل اللي موجودين في الغرفة يعرفوا يستعملونه. كان الفيديو كان البرنامج هذا مرة ممتاز معي وساعدني كثير، حتى عن طريق هذا البرنامج كونت لنفسي انترو لإيتش فيديو. هذا الانترو باي ذا واي اي ستيل يوز ات تو ذس فيري داي، ولكن مع مرور الوقت اكتشفت انه الويندوز موفي ميكر ما حيقدر يعطيني كل القدرة كل الامكانيات اللي انا ابغاها من برنامج، فاضطريت اني اتعلم على برنامج جديد اللي هو سوني فيجاس برو. طبعا هذا البرنامج يعني كثير ممكن يعرفونه فقط اسم ويحسبونه مره صعب، ولكن مع مرور الوقت اتعلم انه مره ايزي. طب خلينا نشوف ايش الفروق بين الويندوز موفي ميكر وبين السوني فيجاس. هذه من وجهه نظري انا. اول شيء عندك بالنسبه للايديتنج فيديوز السوني فيجاس برو يو كان اني فيديو اكستنشن، از فور ذا ويندوز موفي ميكر يو كان اونلي اديت دبليو ام في. The other thing here is the variety of color editing choices, as it's for the Windows Movie Maker, it's limited. ثالث شغلة اللي هي rendering to HQ 1080 pixels videos, which is the highest quality for a YouTube video. ثالث شغلة وعندك هنا rendering to somehow low quality videos. رابع شغلة اللي integration of picture in picture within the video, which is not available from the Windows Movie Maker. فآخر نصيحة عندي وأشوفها أهم نصيحة اللي هي أشرك المشاهدين. طبعا المشاهد هو أهم شيء في الفيديو لأنه صعب مرة تكسبه وسهل مرة أنك تخسره. طبعا أشرك المشاهدين أنا أخذت تجربة في واحد من فيديوهاتي، سألت المشاهدين سؤال معين وقلت لهم يجابون عليه وصاروا يتفاعلون معي في الكومنتس بورد. طبعا هذا رفع الفيوز اللي في الفيديو من الريشيو العادي من 300 و400 فيوز إلى 1720 فيديو. هذا تقريبا كان أعلى فيديو فيوز عندي. وحاطيكم مثال الحين على ايش كان السؤال بالضبط. بالنسبه لسؤالي الحين، لو واحد كنتم تعرفونه مره زين ويعني من فتره طويله، وبعدين يجيكم واحد كان يعرفه قبلكم ويقول لكم ان هذا الشخص ما هو كويس او ان بعد عن هذا الشخص لا تمشي معاه ما ينفع، ايش حتكون رده فعلكم من جهه هذا الشخص اللي يقول لكم كذا وايش حتسووا بعدها؟ حطوا لي الاجوبه يا على الفيسبوك، انا حاط الفيديو هذا، او حطوا لي عندكم تحت على الكومنتس. وفي الأخير لا تنسوا تسوي سبسكرايب وتسوي لي فولو على الفيس على تويتر، وهذا آخر شيء عندي. إذا تبون أي شيء معظمكم يعرفوني أصلا من السبسكرايبرز حقتي، ويعني لا تبخلون علينا بالردود. يلا السلام عليكم. فيديو بسيط كان فيه بس يعني أبديت على حياتي اليومية، وفي الأخير حطيت سؤال بسيط ورفع عدد الفيوز كثير. طبعا أنا نصيحتي لكم اللي شايف في نفسه يوتيوبر لا تحرمونا منكم، لأن صراحة ما حتندمون. ولكن حط شغلة في راسك، as much as YouTube is a freedom of speech but you should be careful because the life of a YouTuber we have a lot of influence on the society especially in these days, so you should be careful not to offend anyone or to offend any religion, because if you do so then you will lose your vision as a YouTuber to change the world. And that is all I have to say. Thank you for your time. كان معكم يزيد السمحان، and you can follow me on Twitter.